أول شيء نرحب بالجميع، نشكر الإخوان العراقيين على حسن الضيافة والاستقبال، يعني من وصولنا للبصرة في المطار في الفندق في ملاعب التدريب كنا يعني محل حفاوة وترحاب، يعني وفروا لنا جميع وسائل الراحة. بالنسبة للمباراة، يعني مباراة صعبة، منتخب العراق على أرضه يعني فريق قوي، يعني قوي جدا. آخر المباريات اللي لعبهم في التصفيات في المرحلة الثانية ولا بداية التصفيات هذه حقق العلامة كاملة خصوصا على أرضه. نعرف صعوبة المباراة، وضعية المنتخبين ظل متشابهة نسبيا حيث الإصابات، يعني فريق العراق أعتقد عنده بعض الغيابات، نفس الشيء منتخبنا في غيابات، يعني الإصابة في عنا لاعبين متغيبين لأسباب خاصة، لكن احنا هدفنا أنه موجودين لهنا باش نحققوا نتيجة إيجابية. عنا ثقة في المجموعة، إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن يعني جماهيرنا ونفرحوا شعبنا ونعودوا بنتيجة يعني مهمة بالنسبة لنا لقية المشوار، يعني باش نحافظوا على أملنا في التأهل للمرحلة الرابعة أو ضمان تأهل مباشر لنهاية كأس العالم إن شاء الله. البداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتشكر دولة العراق والشعب العراقي الشقيق على حفاوة الاستقبال والترحاب اللي كان موجود في المطار وحتى في مدينة البصرة. أكيد يعني مباراة بين المنتخب الفلسطيني الشقيق العراقي مباراة لها انطباع خاص داخل الملعب وخارج الملعب. إن شاء الله هاي المباراة يعني بتكون بتليق باسم الشعب العراقي والمنتخب العراقي وباسم الشعب الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني، وإن شاء الله التوفيق يعني بيكون من حليف المنتخبين، وأكيد كل منتخب يعني بيطمح للفوز في هاي المباراة وحق مشروع للمنتخبين، وفي النهاية إن شاء الله التوفيق للجميع.